الجولة الأولى. الأطفال نزلوا إلى ساحة المباراة. ما شاء الله، معانا بيري في النص، وعلى اليمين آسر اللي بيجري ده، واللي بيحبي على الشمال هو يوسف. آسر بيمشي. أنا مش فاكرها مسافة للزق. عدالة في السماء هبطت في استاد باليرمو. احنا طبعا المسابقة هتقعد مدتها قد ايه ايمون؟ 99 ثانية. وفي تبديل احتياطي للبنت اللي عيطت، بيري او بيري. نزل البيبي الجديد محمد والمعروف بفك المفترس. احنا بنلعب في الوقت بدل الضايع. انت حوالي دقيقتين. انا شايف ان محمد راجل راسي. محمد قاعد على رقم 5. خلاص وكده يبقى المسابقه خلصت. واضح ان بيبي آسر اقرب للرقم 8، والبيبي جو عند رقم 0. محمد المتسابق البديل لبيبي بيري نزل عند رقم كام؟ اقرب للرقم 5. كده يبقى ارقامنا الثلاثة الاولى النهارده 0 8 5. يبقى فاضل رقم 1، وده اللي ياخدنا للجولة الثانية. خليكم معانا. معانا بيبي آسر الكسبان من الجولة الأولى، وهيساعدنا في إن احنا نطلع الرقم الرابع في جولتنا الثانية دي. قوانين الجولة الثانية كالآتي: دايرة فيها لعب حوالين ما يدور، كل لعبة تحتيها رقم. هنسيب بيبي آسر في وسط الدايرة ونشوف أنهي لعبة هيختارها بأنهي رقم. أنا حاسس إن الماتش ده هيكون ماتش طويل طويل طويل. شكلها مباراة طويلة لأن اللعب سولو في دايرة مغلقة. أنا أول مرة أشوف في حياتي طفل مش عايز يلعب. مش عارف، هو تقريباً بيختبر صبرنا يا أيمن. ضني وقفي عقبال ما الاستاذ البيبي آسر يخلص لنا اللعبه. اعملها ولا ايه؟ اعملها ولا ايه؟ الماتش شكله سخن يا ولاد. ونزل الله اكبر. وها هو آسر راح على الطائره. اللعبه الاولى الطائره الطائره. الرقم هو 5. كده الاربع ارقام كلهم 0 5 8 5. شادي ميرسي على نشاطك النهارده، يا ريت تروح تغير انت واسر عشان ريحتكم فاحت. خليكم معانا عشان نعرف بعد الفاصل الرقم الأخير.